بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده باذن الله هنقل لحضراتكم مباراه كره السله رجال في دور 16 دوري المرتبط موسم 2021-2022. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه 6، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان، المباراه بين النادي الاهلي ونادي القناه. في الأول أحب أوضح لحضراتكم دوري المرتبط، دوري المرتبط السنة دي بعض الأمور المهمة عن دوري المرتبط. مرتبط السنة دي فريق 18 سنة. كل سنة بيتغير المرتبط مع الدرجة الأولى. الموسم اللي فات كان فريق 16 سنة، السنة دي فريق 18. طب بناءً على إيه بيختار الاتحاد المصري كرة السلة المرتبط؟ بناءً على التزاماته الأفريقية. لو في بطولة أفريقيا لفريق 18 سنة بيبقى المرتبط هو 18، والهدف من ذلك هو الارتقاء بموسم أو ارتقاء بمستوى اللاعبين في هذه المرحلة استعدادا لبطولة أفريقيا اللي بتبقى مؤهلة لكأس العالم في نهاية الموسم. السنة دي أو الموسم ده هيكون معانا مرتبط 18 سنة، وبالمناسبة فريقنا في الجيل ده فريق محترم جدا وفريق يعد هو الأقوى في مصر كلها. طيب ايه اللي تم في الدوري المرتبط الفتره دي كلها؟ اللي حصل دورتين مجمعتين الادوار التمهيديه، كان هدف منها هو ترتيب الفرق، كان اربع مجموعات في اربع فرق ب 16 فريق. كان النادي الاهلي واقع في مجموعه كان فيها طنطا وكان فيها سبورتنج وكان فيها على ما اتذكر الطيران، على ما اتذكر الطيران بالظبط. والنادي الاهلي لعب ثلاث الدورتين المجمعتين رايح وجاي ذهابا وايابا. الدوره الاولى كانت في القاهره، كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل، والدوره الثانيه كانت في اسكندريه. والنادي الاهلي فاز بالعلامه الكامله فوق وتحت، يعني فاز بالرجال كلهم وفاز بالمرتبط كامل، كل المباريات فاز بيها. تصدر المجموعه بقى هو الاول، هيلاعب رابع المجموعه اللي هنرد عليها كان القناه. القناة فريق كويس، فريق محترم، فريق واعد، بيضم مجموعة من اللاعبين وهنطرحهم طبعا مع حضراتكم، وهيجي لنا التشكيل من أرض الملعب. فأكيد هو وصل لدور ال 16، أكيد عنده طموحات وعنده آمال. النادي الأهلي بجهازه الفني الجديد خاض السنة دي بطولتين، خاض البطولة الأولى بطولة القاهرة وفاز بيها وبدون ولا هزيمة، واستطاع أن يفوز فرق 19 نقطة على ما أتذكر مع نادي الجزيرة في النهائي. رحنا من بعد بطولة القاهرة رحنا على البطولة العربية في الإسكندرية، وكان مشارك فيها الاتحاد الإسكندري والنادي الأهلي من مصر، ونجح النادي الأهلي أنه يفوز فيها كأول لقب عربي ليه في التاريخ. دول البطولتين اللي شارك فيهم الفريق في هذا الموسم. الفريق الحقيقة السنة دي فيه حالة من الرضا، الجمهور فيه حالة من الرضا عن فريق كرة السلة، وأصبح عايز يشوف فرقته. يعني جمهور النادي الأهلي حابب يشوف الفرقة، حابب يعرف أخبارها، حابب حتى لو مباراة ممكن تكون من طرف واحد أو ممكن تكون مباراة مثلا يعني الجمهور شايفها أن هي محسومة، ولكن الفريق عايز يشوف فرقته. حاجة تانية، الفرقة النهاردة شكلها مختلف، يعني النهاردة عندنا سكواد 16 أو 17 لعيب بالناشئين، أنت ما انتش عارف مين هيلعب. يعني إحنا النهاردة بأمانة مش عارفين مين التشكيل من كتر الروتيشن اللي بيحصل، ولاعيبه كبار بيقعدوا ولاعيبه صغيرين بتلعب والعكس كل مباراه. فالحقيقه بقى عندنا سكواد كبير 16 17 لعيب بالناشئين، ما احناش قلقانين من اي حاجه، يمكن اكتر كمان، ممكن نوصل للقايمه فوق 14 لاعب واربعه مصعدين على حوالي 18 لاعب. الحقيقه انت ما تعرفش مين هيلعب. اكيد هنتناول المباراه فنيا وتحليليا من كل الجوانب، وهنتناول ايضا موقف نادي القناه قبل المباراه. بس خلينا نطلع لفاصل عشان استقبل ضيف النهارده اللي مشرفني في الاستوديو التحليلي، كابتن محمد السلعاوي. هنتكلم معاه عن كل شيء، يمكن هو حضر المباريات اللي فاتت كلها وقرب من الفريق اكتر واكتر وقدر يعرف معلومات اكتر عن فيه، اكيد هيفيدنا كتير في الاستوديو التحليلي. خلينا نطلع لفاصل ونستقبل ضيف. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نتناول مباراه الاهلي والقناه في دور ال 16 دوري مرتبط كره سله رجال موسم 2021-2022، في البدايه برحب بكابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي. اهلا بك كابتن سلعاوي. اهلا بك كابتن هيثم، وشرف لينا وجودنا في قناه النادي الاهلي. منور يا كابتن. يمكن النهارده مباراه ان شاء الله تمتع الجماهير ان شاء الله. باذن الله مباراه كويسه، فريق مجتهد، فريق قناه السويس معاه مدرب محترم صعد بيهم بقالهم كذا سنه في الدوري، فرقه ممكن تعمل مفاجات مع ان شاء الله. خلينا نتناول المباراه، بس خلينا الاول نطلع لمراسلنا في ارض الملعب كريم احمد وهنا بالقاسم، نعرف منهم كواليس المباراه، الملعب الدنيا ايه. اتفضل يا كريم.
مرحب بيك طبعا يا كابتن هيثم في البدايه، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكابتن سلعاوي، واكيد برحب طبعا بزميلتي العزيزه هنا النهارده. طبعا كالعاده يمكن دوري مرتبط كره السله بالنادي الاهلي، ومباراه هامه جدا طبعا زي ما احنا عارفين. النادي الاهلي بيأدي اداء مميز جدا الفتره اللي فاتت، النهارده مباراه الاهلي والقناه، امور عديده جدا. هبدا معاك النهارده يا هنا، شايف المباراه النهارده ازاي ومحضرنا ايه النهارده يا هنا؟ مرحب بيك طبعا كابتن هيثم وكابتن السلعاوي وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واستكمالا لحديث كلام طبعا زميلي كريم احمد من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدايه المباراه، مباراه ذهاب دور ال 16 من بطوله دوري المرتبط. يعني الحقيقه الاجواء هنا داخل الصاله مليانه بالحماس والترقب، النادي الاهلي حتى الان ماشي بخطه ثابته جدا في بطوله دوري المرتبط، الحقيقه متاهل لدور ال 16 بالعلامه الكامله. خليني يعني افكر جميع مشاهدينا بنتائج النادي الاهلي حتى الان. طبعا في الدوره المجمعه الاولى اللي كانت بتقام في الاسكندريه واجهنا سبورتنج وقدرنا نفوز عليهم بنتيجه 68-65، بعدين واجهنا فريق طنطا وقدرنا نفوز عليهم بنتيجه 77-52، وايضا فريق الطيران وقدرنا نفوز بنتيجه 78-49. اما عن الدوره المجمعه الثانيه قدرنا نفوز على فريق طنطا بنتيجه 81-48، على الطيران بنتيجه 98-55، وفي ختام مباريات الدوره المجمعه قدرنا نفوز على سبورتنج بنتيجه 81-72. ويمكن الهايلايت بتاع المباريات كان تالق لاعبي النادي الاهلي اللي تم تصعيدهم مع الفريق الاول، يعني سواء اللاعب مؤمن خيري، عبد الله ناصر، او عمرو زهران. النادي الاهلي طبعا بيقاتل من اجل الحفاظ على البطوله، بيستعد بشكل قوي جدا. يعني كلمنا عن المباراه اليوم يا كريم، وشايف المباراه ازاي؟ يعني طبعا تاكيدا على كلام زميلتي هنا، النادي الاهلي بالحقيقه بيأدي اداء مميز جدا تحديدا في دوري المرتبط، امور عديده جدا مع جوستي بوش طبعا المدير الفني، ويمكن كمان يا كابتن هيثم وزميلتي هنا يمكن الدور الاكبر اكيد طبعا لجوستي، لكن مش عايزين ننسى طبعا يعني كابتن طارق الغنام، كابتن دياستي، كابتن جرحي على الانسجام الكبير. احنا عندنا وافدين جدد يا هنا، انت عارفه طبعا منضمين للنادي الاهلي، الحاله اللي احنا شايفينها مع الفريق والحاله اللي احنا شايفينها الحقيقه مع اوجوستي والجهاز الفني، ده بيرجع لان الانسجام بيبقى صعب، لما بتشوف اللعيبه بتنسجم سريعا ده دور كبير للمدير الفني وايضا كمان طاقم الاداره طبعا بالكامل زي ما اكدنا كابتن دياستي، كابتن طارق غنام، وايضا كمان الكابتن الجرحي. عندنا اصابات وعندنا لعيبه راجعه من الاصابه طبعا يا هنا، انت عارفه الفتره اللي فاتت كنا اصابات عديده جدا واكثر عدد من الاصابات، لكن الحمد لله النهارده يرجع لنا عدد من اللعيبه. النهارده مين ممكن يرجع لنا هنا من الاصابات؟ صحيح يا كريم، يمكن شاهدنا في الفتره الاخيره اصابه عدد من اللاعبين، يعني سواء اللاعب مروان سرحان، عمرو الجندي، محمد ابو النصر، سيف سمير، او سيف صلاح. لكن كمان عايزه الحقيقه اطمن جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي ان كابتن مودي الجرحي طبعا كابتن الفريق، وايضا اللاعب ابراهيم الجمال خلاص تعافوا تماما من الاصابه، وان شاء الله ممكن كمان نشوفهم في مباراه اليوم. يعني مشاركتهم او لا بترجع طبعا لمستر اجوستي والامور الفنيه. يعني دي كانت ابرز الاجواء من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل. عوده ليك مره اخرى يا كابتن هيثم في الاستوديو. طب يعني كريم مش عارف انت سامعني ولا لا، هل ال 12 لاعب اتحددوا بالنسبه للنادي الاهلي؟ يعني ال 12 لاعب في النادي الاهلي اتحددوا او في بالمثل في نادي القناه، عندك معلومه مين ال 12 لاعب اللي هيخوضوا المباراه؟ يعني نقدر نقول في خلال لحظات يا كابتن هيثم، طبعا احنا كنا منتظرين، هم كانت القايمه 11 لان انت عارف يمكن ابراهيم الجمال ومودي الجرحي كان لسه يتم الدفع بواحد فيهم، احنا اتاكدنا طبعا ان مودي هيكون موجود، لكن اكيد في خلال لحظات هيكون معاك طبعا السكور شيت بالكامل، لان هي دي كانت التركيه طبعا الخاصه، هل هيدفع ابراهيم الجمال لمودي، لكن ان شاء الله في خلال لحظات بسيطه جدا يا كابتن هيثم يكون معاك القائمه بالكامل، سواء قائمه نادي القناه وايضا كمان قائمه النادي الاهلي، لكن بشكل عام كل اللعيبه الحمد لله جاهزه زي ما زميلتي هنا يمكن اكدت على عدد المصابين، لكن ان شاء الله النهارده مودي الجرحي لو خد دور النهارده من عودته الاصابه كالعاده طبعا يكون متألق، ولحظات زي ما باكد لك كابتن هيثم يكون معاكم ان شاء الله التشكيل الخاص بنادي الاهلي وتشكيل ايضا كمان نادي القناه. كريم احمد وهنا ابو القاسم من ارض الملعب بشكركم شكرا جزيلا. يمكن كابتن سلعاوي طبعا النهارده عوده مودي الجرحي وابراهيم الجمال دي يمكن ابرز المعلومات اللي جات لنا من ارض الملعب، شايف المباراه النهارده ازاي يا كابتن؟ يعني قول لنا وجهه نظرك الفنيه في المباراه. والله انا شايف يعني هي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته من اول بدايه الدوري المرتبط بدوره اسكندريه اللي كانت الاولانيه، قدر يتغلب على طنطا والطيران وسبورتنج هناك صغيرين وكبار، وجت الدوره الثانيه حصلت في صاله الامير عبد الله الفيصل برضه النادي الاهلي اتغلب على ثلاث فرق طيران وسبورتنج والصغيرين نفس الكلام، وانتهت الدور
بالعلامه الكامله للنادي الاهلي. يمكن احنا الفرقه الوحيده تقريبا ما خسرتش ولا مباراه، ما خسرتش ولا صغيرين ولا كبار الحمد لله. فماشيين بخطى ثابته. الفرقه النادي الاهلي محطوطه على الطريق السليم، الطريق الصح. المدرب بينوع في الدفع بالناشئين في وسط الكبار، وطبعا دي ظاهره جيده جدا جدا بالنسبه لينا. النهارده مباراه دور 16، فاحنا بنلعب رابع المجموعه وهو هيئه قناه السويس. هيئه قناه السويس فرقه صاعده من خلال سنتين ثلاثه الممتاز، واستطاعت ان تثبت في الممتاز. معاهم مدرب صعدهم، مدرب كويس كابتن بهناسي، فريق محترم طبعا لكل التقدير مننا. طب كابتن ايه راي حضرتك نستعرض مع الساده المشاهدين مباريات اليوم من دور ال 16، ولو تجهز برضو الجدول للساده المشاهدين النهارده عندنا 8 لقاءات في دور ال 16. لو حضرتك تقدر تستعرض مصر تامين هتلعب اول مباراه مع الاولمبي، الزمالك مع اليوبلس، اتصالات وطلائع الجيش، ودي مباراه صعبه جدا برضو، الاتحاد والشمس، سموحه وطنطا، الجزيره والطيران، سبورتنج واصحاب الجياد، الاهلي وهيئه القناه. طب يعني احنا دلوقتي الاهلي والقناه، يمكن ده تاني الجدول اهو يا جماعه، حتى دور الثمانيه موجود في الجدول ودور الاربعه، بس طبعا مش هندخل حضراتكم لان هو في ارقام وكده، احنا بس هندي حضراتكم اللي يهمنا الاهلي والقناه. من سيفوز هيقابل مين؟ يعني هنرد على مين من المجموعه الثانيه؟ اللي اعرفه الاتصالات وطلائع الجيش، صح؟ اللي هيكسب من المباراه دي هيلعب الكسبان من طلائع الجيش والاتصالات. الاتصالات هو ده الطريق. بس الاتصالات وطلائع الجيش فرقتين، يعني فرقتين ماتش قوي يعني جدا النهارده الساعه 8 على صاله الاتصالات، ده اقوى ماتش في دور ال 16. وده اللي هنرد عليه، يعني ده الفائز من المباراه او اللقاء او المواجهه ما بيننا وبين القناه في مباريتين. ودور الثمانيه بتاعي دور ال 16 على كام مباراه يا كابتن؟ دور ال 16 هنلعب، بقول لحضرتك النهارده في 8 مباريات في دور ال 16، دور الثمانيه هنلعب مع الكسبان. لا دور ال 16 هنلعب رايح جاي ولا هنلعب مباراه واحده؟ لا رايح جاي، النهارده ان شاء الله على ارضنا صاله الامير عبد الله فيصل، كبار وصغارين، والصغارين كسبوا، الكبار ان شاء الله نكسب. هنروح يوم الجمعه نلعب على صاله الامير عبد الله، على صاله هيئه قناه السويس، ملعب بقى القناه، الملعب نهايه القناه، كبار وصغيرين وان شاء الله نقدر. طب كابتن برضه سؤال يعني الساده المشاهدين بيطرحوه بقوه، ماذا لو حصل تعادل؟ يعني خلينا نتكلم، يعني ان شاء الله مش هيحصل كده معانا باذن الله، يعني مع كل الاحترام طبعا لفريق القناه، فريق جيد وفريق مجتهد، بس فرضا حصل تعادل، كيف ستجرى الامور؟ هي طبعا في لائحه في الموضوع ده، احترامنا الكامل لفريق فرقه قناه السويس، لكن هناك فرق بين فرقه الاهلي وفرقه القناه، ودي يعني ده حاجه معروفه في الباسكت. لكن لو حصل تعادل هيبصوا للسكور بتاع الفرقتين الكبار، يعني ليك وعليك قد ايه، ليك وعليك قد ايه، ولو حصل تعادل برضو فيها هيبصوا للصغيرين، وده امر بتهيألي صعب جدا، صعب جدا ان شاء الله يوصل لكده. يعني احنا ان شاء الله يعني في المرتبط ده لو كسبت الاثنين الصغيرين محتاج ماتش من الكبار، يعني افهم كده ان الموضوع مش بيست اوف 3 زي ما كان بيتعمل قبل كده، لا هو بيست اوف 3 بعد كده في الدوري السوبر ان شاء الله، والسيمي فاينال فاينال بيست اوف 5، انما ده رايح جاي انما ده دلوقتي تلعب رايح جاي، رايح جاي وكده كده هيبقى، عشان كده هم ما ذكروش في الجدول لو خدنا بالنا، ما ذكروش اي يعني احتماليه ان ممكن يبقى في مباراه ثالثه، لا ان شاء الله ما فيش، وان شاء الله احنا النهارده نخلص كبار وصغيرين، وان شاء الله المباراه يوم الجمعه تكون في صاله القناه مباراه سهله كبار وصغيرين ان شاء الله. طب خلينا يا كابتن نستعرض برضو سريعا كده يعني مجموعتنا، المجموعه اللي احنا كنا فيها اللي هي المجموعه الرابعه، المجموعه الرابعه اللي كان فيها الاهلي وسبورتنج والطيران وطنطا، خلينا نستعرض كده يعني النتائج سريعا، يعني الاهلي لعب كام مباراه، مع كم نقطه، سبورتنج لعب كام مباراه وهكذا. الاهلي لعب 6 مباريات، جمع 6 مباريات، لعب 6 فاز 6 ليه 12 نقطه، سبورتنج لعب 6 ليه 10 نقاط، الطيران لعب 6 ليه 8 نقاط، طنطا طلع اخير عليه لعب 6 عنده 6 نقط، ده المرتبط. الرجال بقى الجدول اللي جنبه، نص الجدول اللي جنبه 6، الاهلي كدرجه كبار لعبوا 6، بس هنا افهم يا كابتن حاجه نوضحها، ده 2 وده 3، ايوه، يعني نقاط الفريق الاول بتبقى او الفوز بثلاث نقاط للفريق الكبير، الصغير 2، وده يعني برضو باين اهميه برضو ان انت لازم تفوز ككبير. طبعا اتفضل يا كابتن. الكبار لعبنا 6 مباريات خدنا 18 نقطه العلامه الكامله، سبورتنج لعب 6 مباريات خد 14 نقطه، طلع تاني المجموعه بمجموع كل 24، طيران لعب 6 فاز 1 وخسر 5 خد 8 بونت مجموع كل 16، طنطا
لعب 6 عنده خد 8 بونت مجموعه كل 14. بس يا كابتن برضو انا ملاحظ حاجه، يعني الطيران عندي هنا اتوقف عند شيء، الطيران لسه طالع من الدرجه الثانيه السنه دي سلفت يعني اتصعد كونه ان هو يحقق على طنطا انه يعني ياخد ثالث المجموعه وطنطا تاخد الرابع، ده برضو حاجه كويسه الطيران تحسب الطيران في الوقت ان طنطا كان موجود من السنه اللي فاتت. طنطا فرقه اقدم واعرق بالنسبه للدوري الممتاز، الطيران يعتبر فريق صاعد، لكن بقياده احمد صابر المدرب بتاعه المدير الفني بتاعه بقى له سنتين قدر يعمل طفره في الفرقه، فرقه كويسه ومحترمه وعملوا ماتشات كويسه. طب خلينا يا كابتن يعني نشوف برضو نتائج المجموعه الاولى اللي كان فيها الزمالك ومصر للتأمين وطلائع الجيش والشمس. خلينا كده نستعرض مع بعض النتائج، لأن المجموعة دي يمكن حصل فيها مفاجأتين. على الشاشة معانا برضو النتائج، إن الزمالك اتغلب ماتشين من مصر للتأمين الرجال. ورينا كده الزمالك المرتبط الصغيرين أو فريق 18 كان نتائجه إيه والرجال كان نتائجه إيه؟ مصر التأمين لعب 6 فاز 2 وخسر 4 وجمع 8 نقاط في المرتبط بالنسبة للصغيرين. كبار لعب 6 كسب 6 دون هزيمه جمع 18 نقطه، 6 بما فيهم مفاجاتين، كسب الزمالك على ارضه في الزمالك وكسب الزمالك. لا استنى يا كابتن، احنا بنتكلم على المرتبط. المرتبط انا المرتبط لا فريق المرتبط مش الرجال، خلينا المرتبط الاول. المرتبط مصر التامين اللي هو النص الجدول اليمين. ايوه فاهم. لعبوا 6 فوز 2 هزيمه 4. يعني معنى كده مصر التامين المرتبط بتاعها مش قوي. مش قوي؟ لا 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 مش قوي. انما الزمالك مرتبطه قوي. مرتبطه اقوى من مصر التامين. لعب قد ايه مرتبط الزمالك يا كابتن؟ الزمالك لعب 6 فاز 6 ما خسرش جمع 12 بونت، العلامه الكامله المرتبط بتاعه. اذا المرتبط بتاعه قوي عن مصر التامين. عشان ده اللي عوض الهزيمتين بتوع الكبار. يعني حضرتك لو بصيت هتلاقي في النقط مجمل النقط الزمالك 26 ومصر التامين 26. بس مصر التامين الاول ليه يا كابتن؟ عشان كاسب الزمالك في الكبار رايح جاي. تسلم ايدك، صح كده. لانه واصلا دي كمان مفاجاه، ويشكر فريق مصر التامين انه فرقه مجتهده، فرقه كويسه. كابتن محمود قدرت تكسب الزمالك في الزمالك، وقدرت تكسب الزمالك في نادي المقاولين ملعبهم. ده يعني ما شاء الله نتيجه جيده جدا بالنسبه لهم. طبعا اكيد هم سعداء بده، وحتى هم تصدروا المجموعه. يعني والشمس برضو المفاجاه ان طلائع الجيش واخد المركز الثالث وتساوى مع الشمس يا كابتن. المشكله في الصغار بالنسبه لطلائع الجيش. لعب 6 خسر الستة. ما استعدوش كويس للموسم. مع ان فرقه هي كويسه يعني، الفريق الاول كويس، انما الفريق الصغير عنده مشكله. طب كابتن سلعاوي يمكن جانا من ارض الملعب حالا ال 12 لاعب اللي ان شاء الله هيشاركوا النهارده في مباراه النادي الاهلي والقناه. نبتدي بالنادي الاهلي. استاذ حضرتك كابتن برضو سجل ورايا انت الليسته معاك، وحضرتك تقدر تتعلم على اللعيبه اللي هتكون معانا. اول لاعب مايكل تومسون الامريكي المحترف. اللاعب الثاني عمر عزب هيكون معانا النهارده ان شاء الله، وبعد كده عبد الرحمن حسام بودي وعمرو زهران. دي اهو التشكيل معاكم يا جماعه على الشاشه. عمرو زهران، ابراهيم الجمال في يعني طبعا عوده ان شاء الله، عوده حميده ليه. احمد مهيب برده كان راجع من الاصابه. عمر طارق، ايهاب امين، احمد حمدي، عبد الله ناصر، مؤمن خيري، مودي الجرحي. كابتن سلعاوي تعليق حضرتك على ال 12 لاعب المشاركين النهارده في المباراه. هو اهم مكسبين عوده مودي وعوده الجمال، لانهم بقى لهم فتره كبيره من قبل الدوره العربيه هم بره التشكيل. لعب ابراهيم لعب المنطقه بس، ابراهيم الجمال لعب المنطقه بس بشكل رسمي. بطولته مرتبط بطوله قويه طبعا، محتاج انه يرجع الولد مكسب. اعتقد ان ابراهيم الجمال ومودي رجوعهم هيبقوا مكسب بالنسبه للنادي. زائد الزائد مؤمن طارق خيري من احسن الاولاد الناشئين اللي صاعدين، هو عبد الله نصر، الاثنين يستحقوا. بودي حسام لعيب كويس مجتهد، وخاصة ان احنا عندنا غيابات كتيرة النهاردة. عندنا عمرو الجندي مصاب، محمد ابو النصر مصاب، سيف سمير مصاب، مروان سرحان مصاب. طب دي اصابات يعني بسيطة يا كابتن ولا؟ لا لا ان شاء الله بسيطة يعني ان شاء الله. طب كابتن خلينا اتكلم مع حضرتك النهاردة في التشكيل. انا ملاحظ حاجة، اولا مستر اجوستي في عمرو زهران برضو كويس. كويس في مستر اجوستي النهاردة بيلعب بثلاثة صناع العاب، مايكل تومسون، عمر عزب، عبد الرحمن حسام. مش كتير ولا حضرتك شايف ان ده ماتش؟ وفي مودي كمان. ما هو مودي، ما انا عبد الرحمن حسام. لا في مودي جرحي. مودي جرحي انا اسف. ده كده يبقى اربعه بالميكر. مايكل تومسون وعمر عزب وعبد الرحمن حسام، فده يدينا مؤشر مودي ان جرحي. الراجل عايز يجرب الناس اللي هي بقى لها فتره بره زي مودي الجرحي ومودي حسام.
اربع صناع العاب. يعني عايز يجرب الناس اللي بره. طيب خلينا نشوف الـ يعني البوزيشن 2 و2 هو بيلعب بعمرو زهران وابراهيم الجمال واحمد مهيب بس ثلاثة. اكيد انا شايف ممكن هيرمي مايكل تومسون، ممكن نرميه على الجنب وممكن نرمي على عزب على الجنب. عمرو عزب على الجنب برضو. عمرو عزب بس ممكن. انا لو خيرت من الاثنين لا احط مايكل تومسون على الجنب. لا لو ده في وقت او ده وقت، لو الاثنين مع بعض از اوكي هتحط مايكل تومسون على الجنب، لكن لو الاثنين لو واحد بس اللي في الارض مع عمودي الجرحي مع عبودي مع ممكن يبقى اثنين. ومؤمن طارق خيري برضو بيلعب اثنين. صحيح مؤمن طارق خيري هو كده بيلعب باربعه اربعه اجنحه اربعه بليميكرات ثمانيه اربعه لعيب ارتكاز. بس برضو حاجه ملاحظه كده عايز اخد راي حضرتك عليها، مؤمن خيري دلوقتي بقى يعني شوتينج جارد صريح، خلاص ما بقاش بيلعب بوينج جارد زي ما كان بيلعب زمان. لا 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 بيلعب بوزيشن اثنين صريح. الولد هايل طالع من عنده 3 بوينت، عنده ثقه عاليه جدا في الثري بوينت، سريع ديفنسه متحسن جدا. الولد ورقه رابحه جدا جدا. خلاص بس مركزه بقى شوتينج جارد، بقى شوتينج جارد يعني اثنين صريح. خلاص اثنين صريح. طب يا كابتن برضو يعني احنا النهارده مجموعه كبيره جدا من الناشئين بيلعبوا، يعني عندك عبد الرحمن حسام بودي، عندك عمرو زهران ادي اثنين، عندك عبد الله ناصر ثلاثه، مودي خير اربعه، يعني اربعه من 12 دي تمثل. هم اثنين بس كابتن هيثم. مين هو الاثنين؟ مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر. بودي حسام درجه اولى اساسي السنه دي وزهران درجه اولى اساسي يعني السنه دي، يعني بس اعتبروا من يعني اعتبروا ناشئين يعني لسه اول شهر في الموسم. يعني ايه لسه اول سطر يعني. كلامك صح يا كابتن. يعني فعلا هم اللي متصاعدين بس اثنين بس، ده يدل ان انت اربعه من اصل 12 لاعب، يعني انت كده بتحط التلت تقريبا، يعني حوالي 33% من قوام الفرقه النهارده ناشئين. وعلى فكره مش النهارده بس، ده هو المباراه دي فات كان بيعمل كده كمان، هو مثبت الموضوع ده على فكره في كل ماتش فيه 33 زي ما بتقول في كل مباراه حسب قوه المباراه. نعم. طيب خلينا نروح للاعبين بتوع نادي قناه. نادي القناه هنقول لا دي لا دي يا كابتن دي لا ده 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 فريق لا اللي جالي ده احنا القناه لسه ما جالناش. اللي عندي ده برضو تشكيل نادي الاهلي لسه القناه ما جالناش. موجود مع حضرتك. لا التشكيل اللعيبه كلها ولكن اللي هيلعبوا لا. طب هقول لحضرتك حاجه كابتن برضو حقهم علينا فريق محترم وفريق جيد. خلينا نستعرض الجهاز الفني للقناه قبل ما نستعرض الجهاز الفني للنادي الاهلي. الجهاز يعني الفني للقناه معانا الجهاز الفني كابتن محمد بهنسي كمدير فني، مدرب عام جمال خالد يسري، مدير اداري محمد شوقي، اداري اشرف سعيد، اخصائي احمد فرخاش، وبعد كده اصابات ملاعب محمود النجدي. تمام. مدرب احمال محمد كفاح. تمام. طيب اللعيبه بسرعه بنقولها برضو يا كابتن، يعني هم تقريبا هم 12 لاعب او القايمه كلها. اتفضل يا كابتن. محمد فوده ده لعيب كويس جدا، ده سنه لعبه شوتر. احمد جابر، عمرو غنيمه، ميدو ابو خضره، اعتقد ده اخو ابراهيم ابو خضره فعلا. محمد صلاح. القوتي 19. يعني هو عبد الله ابراهيم مصطفى رزق، خالد مفتاح، محمود اوش. طب كابتن سلاوي خلاص ده لعيب تحت 20 سنه. طيب استاذنك كابتن سلاوي احنا خلاص لحظات وهننتقل يعني طبعا او بتبتدي المباراه، خلينا ننتقل لارض الملعب ان شاء الله. ومعلقنا الكابتن احمد مناع ولينقل لحضراتكم احداث مباراه دور ال 16 في دوري المرتبط 2021-22 الاهلي والقناه من صاله الامير عبد الله الفيصل، فالى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي ونقل مباراة كرة السلة بين